السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بوصفة جميلة جدا من مكونين اتنين بس، هتخلصك إن شاء الله من الهالات السوداء. بس خلينا نتعرف شوية، هي أسباب الهالات السوداء أول حاجة إن هي ممكن تكون أسباب وراثية، ممكن تكون أخدها من خالك، من عمك، من مامتك. بتكون الزراء او الاسمرار تحت العينين ده حاجه وراثيه، بس ان شاء الله هنقدر نتغلب عليه. حالات القلق والتوتر، قله النوم، الانيميا الشديده، الاصابه بامراض مزمنه مختلفه طبعا، التدخين، شرب المكيفات او لا قدر الله شرب المخدرات، استخدام التليفون يوميا، الجلوس امام الكمبيوتر ساعات طويله جدا. اول حاجه لو انت عندك انيميا وعندك مشكله غذائيه لازم ان انت تعالجيها الاول عشان تقدري ان انت تتخلصي من الهالات السوداء. ولكن لو هي مجرد هالات سوداء وانتفاخ تحت العين بس، مجرد حاله طارئه، فهتقدري ان شاء الله تتخلصي من خلال وصفه النهارده. مكونات النهارده هي ماء ورد، بس دي ماء ورد عطيه لون، انا عايزه الماء الورد البيور تمام، وزيت زيتون بكر بس، مش عايزين اكتر من كده. معلقه من ده ومعلقه من ده. اول حاجه هناخد معلقه من زيت الزيتون، والافضل طبعا انه يكون زيت زيتون بكر. وهناخد معلقه من ماء الورد، وبرده الافضل تكون ماء ورد بيور. هنتعب شويه لما نضربهم مع بعض، بس الافضل طبعا ان هما يتضربوا. لازم الخليط يتجانس. لما بتحط زيت الزيتون على ماء الورد بيديك كده عامله زي الكريمه، هتشوفوا انتوا النتيجه في الاخر. شايفين؟ شايفين عامل ازاي؟ كريمه. هندوبها كمان في الكتير. خليط ماء الورد وزيت الزيتون بيكون في الاخر عبارة عن كريم. بعد كده بنجيب قطنتين او مناديل، مفيش اي مشكلة، في قطن مخصص للعين، وبتبتدي ان انت تغمسيها، وبتكوني بنزلتي اي ميك اب على بشرتك، وتكون انت قاعدة اخدة وضع الاسترخاء وتحطيها تحت العين بالشكل ده. بالشكل ده بتسيبيها ربع ساعة كاملة. اهم حاجة ان انت تكوني محافظة على هدوئك، لو في اكل، لو في شرب، لو في عندك نقص في الغذاء، حسني من مستوى الرؤية، قللي من المكيفات او شرب القهوة، قللي من استخدام التليفون خاصة بالليل. حاولي ان انت ما تضغطيش على نفسك ويكون عندك قلق وتوتر، هتقدري ان شاء الله تتخلصي باذن الله من وصفة النهاردة. تقدري تعملي الوصفه دي بشكل يومي، كل يوم كل يوم، وان شاء الله بتجيب معاكي نتيجه مذهله. اهم حاجه ان انت تضربي المكونات مع بعض عشان تقدري في الاخر تاخدي الوضع الكريمي. وصفه سهله وبسيطه، وان شاء الله انتظروني. وانا سبق ونزلت وصفات كتير جدا للهالات السوداء، بتختلف من شخص لاخر، وبنعدد في الوصفات سواء كانت لتفتيح البشره، لتطويل الشعر، للهالات السوداء، لاسباب كتير ان ممكن وصفه تنفع معاك ولكن ما تنفعش مع غيرك. اي حاجه انتم محتاجينها سيبولي ده في الكومنتات. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.